الرجل لا يموت، الثوري لا يموت، الشجاع لا يموت، والبطل لا يموت حتى ولو وضع في القبر. يموت الجبان ويموت الخاين ويموت المرتد ويموت العميل، أما الشجعان هم أحياء بالمجد والشرف وبالفخر الذي يتركوه وبالصيت الذي يتركوه لأولادهم ولأهلهم ولأمتهم. أما الجبناء هم ميتون حتى ولو كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويسكنون في الفنادق.